بنعيش في أيام انتشرت فيها الشر والفساد وغابت فيها النقاوة بجد، أيام نقاوة فيها اندثرت من العالم، مش بس نقاوة الهواء والماء، لكن المسيح في الموعظة على الجبل اتكلم على نوعية تانية من النقاوة مهمة جدا، اتكلم عن نقاوة القلب، أنقياء القلب. فمين هم أنقياء القلب اللي بيقصدهم المسيح؟ ويا ترى ايه هي مكافئتهم، مكافئة هؤلاء الأنقياء القلب؟ وفي طوبة أخرى، في غبطة أخرى، في فرحة أخرى تكلم عنها المسيح في الموعظة على الجبل لما قال طوبى لصانع السلام. فوسط أيام انتشر فيها الحرب، فوسط أيام القتل بيجي أسهل شيء، والعدوانية ملت الأرض، ويمكن مش بس مجرد الفعل، حتى كمان التهديدات اللي بتحصل في كل أرجاء العالم. فالمسيح كان بيطوب صانع السلام، وبيعلمنا الكتاب كده مين اللي وصفهم المسيح الوصف الرائع ده، يا على الروعة، وإيه هو الشرف الكبير اللي هيكون لصانع السلام، ويا ترى ايه هي المكافأة الضخمة اللي هتكون لكل من هم يصنعون السلام. بص معايا في الآيات الرائعة اللي قالها المسيح، قال كده طوبى لأنقياء القلب، طوبى لأنقياء القلب. الكلمة دي في اليونانية بتعني الاستقامة، صدق الروح، لكن كمان عايز أقول لك نقاوة القلب، قلب بالمعنى البسيط، مش بس قلب لا يخطئ، ممكن يخطئ ولكنه لا يحتفظ بالخطأ، لا يعيش في الخطية ولا يعيش في الشر. وده اللي علمه لنا الكتاب، المعنى مش بس انه معنى أخلاقي لمجرد انه يعني شكل، لكن دي حالة داخلية تحصل في أعماق القلب وأعماق نفس الإنسان من الداخل. فالكتاب المقدس بيعلمنا عن الطهارة، عن القداسة الداخلية، فبيقول كده في مزمور 86، ويعلمنا الكتاب دي داود صلى صلاة شهيرة، علمني يا رب طرقك أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. قلب مستقيم، قلب يوحد في خوف اسم الرب، له اتجاه واحد، له قلب واحد. وكمان قال برضو داود في مزمور 51، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، قلبا نقيا. وده بالضبط نفس النوعية اللي المسيح كان بيحكي عنها في الموعظة على الجبل، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. ليه حلاوة وأهمية القلب النقي؟ كمل المسيح العبارة بتاعته الشهيرة وقال طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني من الآخر المسيح بيقول بدون نقاوة القلب لن يرى أحد الرب، بدون أن القلب يكون نقي مش هينفع يكون فيه وضوح، مش هتحس بحضور ربنا. لكن أكد وقال شيء مشجع محفز، أن نقاوة القلب لها نتيجة معينة الله. وبيقول الكتاب ويعلمنا كمان في سفر صموئيل الأول صح 16، ويقول كده لأنه ليس كما ينظر الإنسان، ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فأنه ينظر إلى القلب. فربنا هو اللي كاشف القلب، ربنا هو اللي شايف القلب وفاحص الدواخل. بيوصي كاتب العبرانيين وبيقول لهم اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فاتبع السلام رائع، بس عايز يقول لهم اللي أنا هكمل بيه لا يقل أهمية عن الأولى، وإن ما كانتش يعني جزئية مهمة جدا، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. والكتاب علمنا بكل وضوح بل أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت حجبت وجهه عنكم. الخطية أكتر شيء بيمنعنا ويحرمنا من التمتع بحضور الله، عشان كده بيوصينا أنقياء القلب يعينون الله. يمكن يكون في القلب شيء مش مستقيم، يمكن تكون في حاجة محتفظ بيها في الداخل مش بتمجد الله، ومش قادر تلمس حضوره، ومش عارف تلمس حضوره، في الغالب مش هيحصل غير لما تيجي للرب النهاردة بقلب صادق مخلص. قول له يا رب أنا بنقي قلبي، أنا بتوب قدامك، أنت اللي تدي نقاوة القلب والفكر والحياة بأكملها، وتديني إن أنا أراك بجد وعاين وجهك وعاين حضورك، وأقول مع المختبر كما رأيتك في قدسك. يكمل الكتاب ويقول طوبى لصانع السلام، فإن صانع السلام مش بس بيقصد الناس اللي هم بيعيشوا في سلام، لا، الناس اللي بيجلبون هذا السلام، الناس اللي جزء من السلام ده موجودين فيه وعايشين فيه، والسلام ده مليهم ومالي حياتهم وبيصنعوه مع الآخرين وبيعيشوا بيه للي حواليهم. عايز أقول لك إن أول طريقة لصنع السلام بيعلمنا الكتاب
وبيقول كده: إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. والكتاب بيعلمنا ان احنا مش مجرد صانعي سلام، ان احنا ننهي نزاعات، لكن احنا طرف في هذا، طرف عشان نحوش اي جدران من النزاع والكراهية والبغضة بتوضع بين الناس، يكون عندنا هذا الشغف في داخلنا ان احنا نصنع السلام ده. والشيء الرائع اللي بيفرحني جدا وبيبسطني بجد، الكتاب بيقول كده: لانهم ابناء الله يدعون. كل من هم صانعي سلام، كل من في قلبه هذا الدافع والرغبة الرائعة والشغف أن يكون صانع سلام، يا على المكافأة العظيمة الرائعة أن الكتاب يقول كده: يعترف بهم كأبناء الله يدعون. أعظم مكافأة أنهم يكونوا أبناء الله، لأن صانع السلام هو كأنه الله يعيش في داخله، ودي الحقيقة على الأرض، فهم أبناء الله اللي بيعيشوا على الأرض يصنعوا السلام. وبالأخص كمان لو كان هو جزء من هذا النزاع أنه يترك الرب يأخذ العدل، وهو اللي قال كده: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فيكون الموضوع كله من الداخل سلام، ونترك للرب الأمور يحسمها يحلها، لأنه هو الإله المتحكم في كل الأشياء. وعايز أقول لك على آية رائعة بتأكد لينا المثال، القدوة اللي احنا بنتعلم منها وهو اللي قدام عينينا دايما. المسيح أعظم مثال لينا، فالآية بتقول كده: لأنه هو سلامنا، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. أعظم صانع سلام. ويكمل ويقول كده: مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، يا على العبارة، صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به. المسيح في عمله على الصليب بالصليب قتل العداوة وصنع أعظم سلام، صنع أعظم سلام لكل بعيد ولكل خاطي، لكل حد في موت وشر وكان بسبب الخطية في عداوة مع الله. يا على روعة ما صنع المسيح في عمله على الصليب. عشان كده عايزك تفكر معايا في الجزء اللي جاي، لو نفسك تكون صانع سلام بجد، صلي وقول له: يا رب اديني قلب نقي، قلب مستقيم، قلب ما يكونش عايش في محبة الله ومحبة العداوة، مش هتنفع، مش هتزبط. وزي ما شبه المسيح وقال: زي إنسان يخدم عبد يخدم سيدين. فالنهاردة أقول له: وحد قلبي، خلي قلبي مستقيم في حبك وفي مخافتك، ويكون لي هذا القلب النقي. اغسل قلبي بدمك يا رب، اديني قلب جديد، قلب نظيف. وصلي تاني مع داود وأقول له: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لكن كمان عايز أشجعك أن صناعة السلام مش لفئة معينة من الناس ولا للحاصلين على جائزة نوبل، لكن صناعة السلام هي لكل مؤمن ابن لله بيحب ربنا. ربنا يستخدمك أنك تكون صانع سلام الأيام اللي جاية، صانع سلام في بيتك، في شغلك، في خدمتك، في الكنيسة، في حياتك، في المكان اللي أنت بتعيش فيه. ربنا يستخدمك لصناعة هذا السلام. وعندك مثال رائع هو شخص المسيح اللي قال الكتاب عنه كده: نتعلم ان احنا نمشي في اسر خطوات، ونمشي تاركا لنا مثالا عشان نتبع هذه الخطوات ونمشي فيها. عايز اصلي معاك بقوة في الوقت ده، نطلب ربنا مع بعض. ارجوك خد الموضوع بجدية، خد الموضوع انه ما ينفعش التهاون فيه، ولا ينفع ان انا ااجل او اخر. انا عايز من اليوم اكون صانع سلام، وهبدأ البداية دي، وهقرر ان انا هعيش اللي الرب حطه مسؤولية عليا. صلي وانت في مكانك، قول له: يا رب نفسي اعاين وجهك يا رب، انا مش عارف اعاينك لان قلبي مفهوش نقاوة. نفسي يا رب قلبي يتنقى، نقي قلبي يا رب، قلبي لا يحتفظ بالشر، قلبي يا رب يكون موحد حبه ليك، مش للعالم وللأشياء وللأمور وللأشخاص، لكن تكون انت الحب الحقيقي اللي مالي قلبي. من فضلك يا رب نفسي اعاين وجهك بجد، نفسي أشوفك. ما أنت وعدت وقلت: لأنهم يعاينون الله. أنقياء القلب ليهم أعظم مكافأة هي معاينة شخصك، إني أشوفك والتقي بيك، أحس بحضورك، وأقول مع المختبر كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. قلبي هيفرح لما أكون بعاين وجهك، ولما يكون قلبي نقي.
وكمان يا رب ساعدني ان اكون صانع سلام. يا رب مش عايز انسى ولا يوم اني وجدت لهذه الدعوه، الوصيه، التكليف الالهي اللي انت حطيته على كتافي عشان اعيش فيه. صانع سلام زي سيدي ومخلصي وربي والهي ما كان بيصنع سلام، صنع سلام بموته على الصليب، وكان بيصنع سلام في وجوده على الارض في اسم المسيح. امين. وفي النهاية عايز أسيب معاك التحدي ده وهسألك السؤال، هل يا ترى بتعاين الرب بجد؟ لو كنت حاسس أنك مش عارف تحس بحضوره، ثق تماماً أن الرب بيدعوك لنقاوة قلب. قول يا رب إيه اللي بيمنع قلبي عن النقاوة؟ روح القدس يكشف ليك النهاردة القلب ده، وصلي كمان وقول له إيه الحاجات اللي أنا محتاج أخد مواقف عملية عشان أصنع سلام فيها في خلال كل حياتي وأيام اللي جاية. ربنا يكمل معاك ويباركك في حياتك اللي جاية في اسم المسيح. أمين.